السيدات والسادة، طاب صباحكم بكل الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم. تظل المحكمة الدستورية العليا قائمة على أداء رسالتها السامية في إرساء الشرعية الدستورية التي أولاها الدستور إياها من خلال مباشرتها للرقابة القضائية على دستورية القوانين التي تقرها السلطة التشريعية أو تلك التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود اختصاصها المقرر دستورياً. وتباشر المحكمة الدستورية العليا ولايتها القضائية تلك على ضوء ضوابط موضوعية تستلهمها من فهمها لأحكام الدستور، باعتبار أنه يشكل من خلال ديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً وكلاً لا يتجزأ. الحضور الكريم، وحرصاً من تلك المحكمة على مد جسور التعاون القضائي بين جمهورية مصر العربية ودول قارتنا الإفريقية، نشأت فكرة هذا الاجتماع رفيع المستوى لرؤساء محاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، والذي تبناه منذ نشأته برعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفر له كل سبل الدعم لنجاح أعماله. والآن نبدأ أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع السادس لهذا المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي يعرض الاجتماع منذ نشأته وصولاً لعامه السادس. الدستور هو الوثيقة القانونية الأعلى التي تخضع لها كافة السلطات والمؤسسات والأفراد، ويحظى القضاء الدستوري بمكانة سامقة مستمدة من سمو الوثيقة الدستورية وعلو أحكامها ومكانتها، كونها تعبر عن ضمير الأمة وقيمها العليا. ويعد القضاء الدستوري المرجعية النهائية لمراقبة تشريعات الدولة على اختلاف درجاتها لضمان موافقتها لأحكام الدستور، فهو الأمين على هذه الوثيقة العليا والقائم على تفعيل أحكامها بما يضمن توافق التشريعات المنظمة لجميع الممارسات السياسية والاجتماعية والقانونية لأحكامها وتفعيل حقوق الإنسان وتوكيد كرامته وحريته. ولقد قامت المحكمة الدستورية العليا المصرية في أعقاب ثورة يناير 2011 بدور تاريخي من خلال أحكامها التي أرست بها قواعد الشرعية الدستورية. فكان أن عهد شعب مصر العظيم إلى رئيس هذه المحكمة المستشار الجليل عادل منصور بتولي مسؤولية قيادة البلاد في مرحلة دقيقة من مراحل تاريخنا المعاصر. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضي. حتى تم إعداد الدستور القائم وانتخاب رئيس الدولة انتخاباً مباشراً، فشهدت هذه المحكمة مولد استقرار نظام الحكم في البلاد بأداء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام قضاتها كعنوان لإعلاء الشرعية الدستورية. وفي ظل قيادة سياسية واعية ومؤمنة باحترام القضاء واستقلاله، حرص فخامة السيد رئيس الجمهورية على تأكيد أمرين هامين: أولهما استقلال القضاء استقلالاً تاماً، وثانيهما منح المرأة حقها الدستوري في شغل المناصب القضائية. عدم التدخل ده قاعدة ذهبية لا نستطيع أن احنا نحيد عنها. وانا بقول لهم الكلمه ديت، بقول لهم يعني بغض النظر بقى، يعني انتوا مش هتسمحوا لي اساسا ان انا اتدخل، يعني وانا هحترم ده. صحيح، لن اتدخل ابدا، وانتم تتحملوا المسؤوليه امام الله في احكامكم.
وتنفيذا للاستراتيجية المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون على كافة المستويات بين مصر والأشقاء الأفارقة، بما يحقق تطلعات شعوبنا نحو الاستقرار والرخاء، حرص السيد رئيس الجمهورية على تعميق التعاون القضائي بين مصر وأفريقيا برعايته الكريمة لاجتماع القاهرة السنوي رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، والذي تستضيفه المحكمة الدستورية العليا المصرية بشكل دوري منذ عام 2017 وحتى العام الحالي، لتبادل الرؤى والتباحث حول المسائل الدستورية والقانونية ذات الاهتمام المشترك بين الدول الإفريقية. نرحب بكم قضاة المحاكم الإفريقية العليا في اجتماعنا الدوري السادس، لنؤكد على وحدتنا وتضامننا معا من أجل تحقيق سيادة القانون ونزاهة العدالة والانتصار لقيم حقوق الإنسان والمساواة. ولا شك أن وشائج الصلة بيننا تتعدد، فهي لا تقتصر على الجوار الجغرافي، بل تمتد إلى وحدة الآمال والآلام في سائر القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وإذا كان تضامننا السياسي في الماضي هو سبيلنا للتخلص من الاستعمار، فإن اتحادنا في الحاضر هو سبيلنا إلى تحقيق الرفاهية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية لكل أبناء القارة الغالية. ضيوف مصر الأعزاء، ها نحن نلتقي في اجتماعنا السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بقارة أفريقيا، تلك الساحرة السوداء، مهد الإنسانية، ثاني أكبر قارات العالم، تتعدد دياناتها وأعراقها ولغاتها، ورغم ذلك فهي ما زالت وستظل لؤلؤة العالم السوداء، تنفرد كل دولة فيها بمزية لا يدانيها فيها أخرى. فما أجمل سماع أصوات طيور البطريق في خلجان رأس الرجاء الصالح بجنوب أفريقيا، ولا أمتع من السير على الأرض الجافة لبحيرة آبي بجيبوتي، ولا أروع من تسلق جبال تنزانيا، أو زيارة محمية ماساي مارا في كينيا، أو رؤية شلالات فيكتوريا بين زامبيا وزيمبابوي، أو زيارة كنيسة القديس أوغستين بمدينة عنابة بالجزائر، ولا ألذ من طعم زيت الأركان بالمغرب، أو تسلق المرتفعات العجبية بمدغشقر، ولا عبور نهر الكونغو وبحيرة تشاد، أو الشرب من ماء نهر النيل الخالد بمصرنا الحبيبة. وتأتي الدورة السادسة من اجتماع القاهرة رفيع المستوى في إطار متصل بالجهود المبذولة خلال الدورات الخمس السابقة، التي أفرزت إطلاق أول منصة إلكترونية تربط الهيئات القضائية الدستورية بجميع دول القارة، بما يتيح تبادل الخبرات العلمية في جميع المسائل المتصلة بالعدالة الدستورية. مكللة بفخري كقاضية مصرية بما تحقق للمرأة المصرية من مكاسب في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي ينعقد هذا الاجتماع رفيع المستوى تحت رعاية سيادته، يشرفني أن أرحب بالسادة الضيوف الأجلاء في هذا الاجتماع الذي نستهله مستصحبين نجاحات الاجتماعات المنعقدة في السنوات الخمس الماضية، ومتطلعين إلى مزيد من النجاح. وتنطلق اليوم وبمشاركة وزارة الخارجية فعاليات اجتماع القاهرة في دورته السادسة بمشاركة كريمة غير مسبوقة في الشكل والمضمون من المؤسسات الدستورية القضائية الأفريقية تحت مسمى دور الرقابة الدستورية في تنمية الشعوب الأفريقية على نحو يدعم استقرار ورفاهية الشعوب وتمكينها من مواجهة التحديات القائمة والمستقبلية. أرحب كثيرا بضيوف مصر الأجلاء، قضاة أفريقيا، حماة الشرعية الدستورية والقانونية، وأسجل بالفخر اشتياقنا لمطالعة رؤاكم
الدستورية والقانونية المقدرة كمثل اشتياق أرضنا الطيبة للقائني لها الخالد، وأتطلع في ثقة إلى نجاح اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية في دورته السادسة، لما في نجاحه من انعكاس أكيد على مواجهة التحديات المعاصرة لقارتنا الأبية. أهلا بكم في مصر.